مشاهدينا اهلا بكم، كيف الحال؟ في حلقه اليوم من برنامج كيف الحال غادي نتكلموا على الاطفال اللي تيكون عندهم بعض الحركات لا اراديه. انتاج هذه الحركات هذه نمروا عليها مرور الكرام ونعرفوها انها فقط لفتره معينه والطفل غادي تحسن الحاله ديالو. انتاج هذه الحركات هذه واللي كيسميوه الاخصائيين دي تيك تيخصنا نمشيو نشوفوا على ودهم اخصائي باش ما يكونش للامر عواقب وخيمه على الصحه النفسيه ديال الطفل وكذلك على حياته الاجتماعيه. اهلا بك دكتور عبد الهادي القاسمي. اهلا وسهلا. الوغ غادي نهضروا اليوم على الوليدات اللي كيقوموا بهذيك الحركات اللي كتزعج الناس اللي محيطين بهم واللي يمكن هما بعض المرات ما كيلاحظوهاش او لا احيانا كتزعجهم. الوليدات هكذا اللي تبقى غير ممش عينيه، اللي تيدير حركات بوجهه حركات هكذا. كنعرفوا انه كاينين دي سيمتوم بحال جيل دو لا توغيت ولا شي حاجه هكذا غادي تهضر لنا عليها. مي كاين بعض الوليدات اللي كيقوموا بها وقيلا بواحد الطريقه اللي ماشي دائمه، مره ولا هذا. شنو الفرق بين هذا وهذا وشنو هما هاد لي تيك، هاد الحركات اللا اراديه بالضبط؟ كيفاش كتشخصوها انتم الاخصائيين؟ واش مرض؟ واش يعني خلل؟ واش شنو هما بالضبط؟ نعم، الليتيك ولا الحركات التشنجات اللا إرادية، سميتها تشنجات، هي كتبان بعدا عند الأطفال تقريبا في حدود 5 سنوات إلى 7 سنوات. وهي يعني كيوصل لسن 5 سنوات. ملي كيوصل لسن ديال 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، كتكون هذه هي المرحلة اللي كيبانوا عندنا عند الأطفال، كيبانوا عندهم الليتيك. يقدر يبانوا على شكل مثلا هذاك الطرماش ديال العينين اللي كيكون بزاف هو الشائع، يقدر يبان في ذاك لو ديدان ديال الأنف يعني ولا ممكن هادو كيتسموا حركات ديال الوجه، وغنلقاو 80% ديال حركات الوجه هي اللي كتشكل لنا النسبة الكبيرة ديال هاد الليتيك. ولكن ممكن كذلك غادي تكون على شكل حركات ديال الكتف، تقدر تكون حركات ديال اليدين ديال الرجلين، يعني الجسم كامل ممكن انه يساهم في هاد التشنجات ولا في هاد الليتيك. واش كتسمى التشنجات الا لاحظناها؟ لان بعض المرات الا قلتي مثلا حركات في اعضاء اخرى ديال الجسم يقدر حتى واحد ما يلاحظها. غالبا هو ذاك الطفل اللي هو مصاب بهاد الليتيك ما كيكونش رد البال لهم، باغفوا كيكونوا دي تيك انكونسيونت، يعني اللي كيكون ما كيكونش واحد الوعي بهاد الحركات هادو. ولكن اللي هو اكيد وهو ان ممكن اننا نلقاوها حركيه، وممكن اننا نلقاوها عبر اصوات. كاين مثلا اللي كيدير بعض الاصوات بلا بورج ديالو ولا بهذا ولا بالانف ديالو، يعني غادي نلقاو دي بيرسون اللي هما كيديروا هاد الحركات بالانف ديالو كنلقاوهم كبار. يعني كنلقاو مثلا في السن ديال 30 سنه وديال 40 سنه وكيديروا حركات بالانف ديالهم، هادو حتى هما داخلين في ليتيك. ليتيك هنايا كنتكلموا على ديتيك اللي هما اوكازيونيل، يعني اللي هما كيجيونا مره وكيكونوا اسباب ديالهم اللي كتبان لنا. بحال مثلا ملي كنتكلموا على الاطفال كنشوفوا مثلا واحد الضغط يمر بامتحان، بداو كيبانوا هذوك ليتيك، مشى الامتحان اختفت. واحد الطفل مثلا اللي هو تعرض لاون مالتريتونس، تعرض لواحد العنف مثلا، ولا تعرض لواحد سوء معامله سواء في القسم ولا في الدار ولا في الشارع ولا هذا، بانوا عنده ليتيك. من بعد ملي ما بقاش عنده هذا الضغط هذا مشاو. او مثلا الانتقال من مكان الى مكان، هذا الانتقال كيتطلب واحد المده ديال التاقلم. نعم. ولكن من بعد هذيك المده ديال التاقلم ليتيك كيختفوا. كاين هذه المساله هذه، ولكن كاينين ديتيك اللي هما كيطولوا اكثر. بحال مثلا ملي كنتكلموا على واحد الطفل اللي هو ملي كيتعرض لاي حاجه اون فرستراسيون، لي فرستراسيون كاينين يوميين، هذيك الاحساس بالحرمان والاحساس بانه ما قادرش يدير واحد الحاجه، ولا خاصه ملي كنتكلموا على اطفال مثلا اللي كيتسناو منهم والديهم انهم يطوروا ديك لا بيرفورمانس ديالهم مثلا في الرياضه ولا مثلا في الموسيقى ولا حتى في الدراسه، وكيعيش بهذا الضغط بصفه مسترسله. هنايا ليتيك ديالو ما غاديش يختفي، وغادي يبقى واحد المده اللي هي طويله، لان السبب ماشي هو واحد السبب اللي هو ليميتي دون لو طون، هو سبب اللي هو هادو هما اللي للاسف ممكن انهم هاد ليتيك يتطوروا لاشياء اللي هي يعني ممكن نصنفوها انها دي تروبل، انها اضطرابات. لو تيك في حد ذاته كتبقى نوع من التفريغ. نعم. ديال واحد لا طونسيون، ديال واحد القلق، ديال واحد ديال واحد التوتر فترة تعيشها الانسان فترة. اللي هي مضغوط فيها. وغالبا كنلقاو الطفل اللي كيستعمل هاد ليتيك ما كيعرفش انه يعبر على المشاعر ديالو بطريقه اخرى. يعني كنلقاو بانه هذه الطريقه الحركيه ولا الطريقه الصوتيه هي اللي غتخليه انه يدير هذا التفريغ. اذا الا خدينا هذا الطفل هذا وعلمناه كيفاش انه يقدر يفرغ هذه المشاعر السلبيه اللي عنده، فممكن انه يتجنب هاد ليتيك.
تكلمتي على جيل دو لاتوريت. جيل دو لاتوريت هذا سي ان سيندروم نورولوجيك، يعني اننا ملي كنعطي دي تيك، يعني دابا ملي كنتكلموا على لي تيك اول حاجه تنفكروا فيها هو جيل دو لاتوريت. جيل دو لاتوريت هذا سي ان سيندروم اللي هو نورولوجيك عصبي، اللي واخا نستعمل معاه مثلا مجموعه ديال التقنيات اللي غنتكلم عليها دابا باش نخفف على ولدي ولا على بنتي الا كانوا فيهم هاد لي تيك. نعم. ما كيصيبوا الاولاد اكثر من البنات باش نعرفوا. نعم. هاد القضيه هادي عطيتي تفضل. عطيت بعضهم ولكن كاين مجموعه ديال الام. غير غادي نلاحظوا بان جيل دو لاتوريت غادي نستعمل مع هادشي كامل. نعم. ولكن ما غاديش نقدر أكيد. انني نخفف منها، كيخصني نمر الى واحد المستوى مراحل اخرى ديال العلاج. مراحل في العلاج في التشخيص بعدا. نعم. هي الاول وعاد من بعد في العلاج. فالاباء والامهات اللي كيلاحظوا هاد الامور هذه، اول مساله استشروا مع الطبيب. بعض المرات كتكون هذيك الحركات ديال العين جايه من حساسيه كاينه في العين. ملي غادي نكون عند الطبيب غادي ملي يشوف بان ولدك راه عنده حساسيه راه خصو يمشي عند الاوفطالمولوج باش انه يعالج هذا الامر هذا، فكنساعدوا الطفل اكثر انه يتخلص منها. بعض المرات ملي كيشوف الطبيب بان راه كاين مجموعه ديال الاعراض اخرى اللي هي مصاحبه لهاد لي تيك، فكيقدر انه يشوف بانه ربما راه الولد كيعاني من افراط في الحركه. دون سو كالا خصنا نمشي عند لو بسيكولوج لو بيدو بسيكياتر لو نورو بسيكولوج باش اننا يقدر انه يتم التشخيص ديال اون تي دي اش مثلا ولا ان تي دي اش. وهدرتي دكتور على بعض الحركات لا اراديه مثلا جسديه ولا. نعم. ولا في الوجه ولا، وقلتي الصوت جوستومون ملي كنتكلموا على جيل دو لاتوريت الى نرجعوا له. نعم. كاين الفاظ ولكن. نعم. ملي كنهضروا على لي تيك هادو اللي عابرين مثلا كيف ما كتفسر. نعم. كيقدروا يجيو باللفظ مثلا، كيقدروا يجيو كذلك باصوات خاصه. لا الوغ جوستمون الفرق بين الاصوات فوالا ما كاينش الفاظ. انا في جيل دو لاتوريت كاين الفاظ. كاين الفاظ. نعم. كاين الفاظ. نعم طبيعي كاين بعض المرات سواء كانت نبيه او غير نبيه. بعض المرات مهم بعض المرات ما كتكونش نبيه ولكن كتكون لا اراديا. نعم. وماشي هذه هي لا فورم ديال جيل دو لاتوريت الوحيده اللي كاينه. تماما فوالا غير باش نعرفوا واش بالنسبه لي تيك غالبا يعني لحد الساعه يعني الا مشيت غير على حساب لا ليتيراتور ديالي اللي قريت والتجارب اللي انا مريت منهم ولا هذا، فغادي نشوف اكثر كاين اصوات. نعم. اصوات اللي هي دي سون اللي هما ما خصهمش يكونوا دي بروي اللي غير لائقين مثلا انهم يكونوا في واحد المكان معين. داكو. ورغم ذلك فالطفل ما كيقدرش انه يتحكم فيهم. ملي كنتكلموا على الطفل راه كنتكلموا حتى كذلك. نعم. على دي جون دي مراهق ولا البالغ وممكن انهم يكونوا كذلك بالغين وما كيتحكموش في هذه الامور هذه. يعني واش ملي كتقول الطفل ولا الادوليسون يعني الانسان ملي تكبر تتخلص منه؟ هما واحد في واحد النسبه كبيره كنتخلصوا منهم ملي اولا ملي كتمر الفتره ديال التوتر ثم ملي كنبدا نكبر شويه بشويه. ولكن للاسف كاينين الحالات الان اللي هما كنقول لك ناس اللي هما عندهم 30 سنه وعندهم 40 سنه باقيين وليتيك مازال عندهم وهما كيعقلوا كيقول لك ودي راه كان فيا ملي كنت باقي صغير، يعني اننا هنايا اما ما تمش المعالجه ديالو بالشكل اللائق ولا لانه ما عمرو معرفوا بان هذوك راه سون دي تيك اللي خصنا اننا نتخلصوا منهم. خاصنا في المجتمع في قاعده كيدير بحال هكا في واحد العاده كيدير هكذا. بالفعل. دكتور منين مثلا الاباء والامهات يلاحظوا امور بحال هذه مثلا دي تكررات؟ اكيد غادي يمشيو عند اخصائي وهذا. طرق العلاج يعني وحتى امتاش يكون عندنا تخوف؟ ماشي حتى تخوف يعني امتاش نردوا البال بانه راه تيخص يعني متابعه عند اخصائي؟ اذا ملي كنشوف يعني تكلمت قبل قليل بان الطبيب ديال العائله هو مهم في هذه الاشياء هذه لانه تيكون عارف الطفل من الصغر يقدر يقول لنا فوالا شوف ولدك خليه على خاطره يرتاح راه دابا يمشي هذا الشيء. وبالفعل ملي كيكونوا فقط ضغوطات اللي هما ماره هذا الشيء راه كيمشي في واحد جوج الاسابيع ثلاثه الاسابيع ما كيبقاش فيه. داكو. ولكن في ما رجع ثاني شي حاجه اخرى كيرجعوا عندو ليتيك. هنا الحل الوحيد سي اون بسيكو ايديوكاسيون اللي يقدر يقوم بها الاب والام. كذلك يعني ممكن غير في البيت انني غنجلس مع ولدي غادي نعطيه الخاطر غادي نسمع ليه ما نقولش ليه ولدي راك هادشي اللي كدير فيه راه كلنا راه كيشوهنا راه ملي كيجيو هادشي راه كيوقع يعني في وسط غادي يجيو راه غادي يجيو دابا غتجي عمتك وغادي يجي خالك وغادي يجي هذا وولادو راه غادي يبقاو يضحكوا عليك ولا ضحكوا عليك راه ضحكوا علينا حتى حنا. لا ولدي ما ديرش هادشي في المدرسه. الاباء والامهات غادي نلاحظوا واحد المساله بان فين ما كنطلبوا من ولدنا ولا بنتنا انه يتوقف على هذه الحركه راه كيقدر يتوقف عليها لبضعه دقائق ولكن من بعد كيرجع داك الشيء بواحد الزخم اللي هو كبير بزاف. يعني ديك لا شارج كتولي كثيره. هذا يعني ماذا؟ يعني انه راه دار ان ايفور. هذاك ليفور
ما داروش بطريقه طبيعيه، داروا بطريقه مبالغ فيها، غادي يخلي دي سيكال في الدماغ ديال الانسان. هو اللي كنسميو لا كومبونساسيون. هذيك لا كومبونساسيون غتبان لينا بجوج ديال الطرق، لومور ديال هذاك الطفل او العواطف ديالو المشاعر ديالو غادي تكون مضطربه لمده كبيره. والمساله الثانيه غنبداو كنحسوا به بانه كيعيا لا فاتيك. اذا قلنا بانه ما خصناش نعيبوا على ولدنا، ما خصناش ننتقدوه لانه عنده هذوك ليتيك، ما نطلبش منه بطريقه مستمره انه يتوقف عليهم بوحده ويبدل هذاك المجهود. والمساله الثالثه نحاولوا نساعدوه، بما ان قلنا بان هذاك راه فقط هي تفريغ، ونساعدوه يتعلم تفريغات اخرى. نعطيه مثلا مجموعه ديال الامور اللي يقوم بها في الدار، يرسم لو كولورياج، يشتغل مثلا على يغني، يرقص، يدير حوايج اخرين اللي عمرو ليه وقته ديالو. فوالا ويخليه يتحرك بالفعل، سواء يكون بنت ولا ولد عندهم البيكالا يخرج يدور دويره. ولكن الزياره عند طبيب ما فيها باس، حتى الطبيب قلنا بانه من طبيب العائله، ولا حتى بعض المرات مثلا كنعرفوا ان اليوم مع وسائل الاعلام وتنتكلموا بزاف على هذه الامور، كاين بزاف ديال الاباء كيتشطنوا على بزاف ديال الحوايج وتيبقاو تيقلبوا وتيقراوا وهذا. فاليوم اننا نشوف قراءات مثلا اللي غادي تدينا لواحد امور اخرى اللي ما كايناش، يمكن يبقى الانسان يظن انه الامر خطير، زياره خفيفه عند اخصائي نفسي، غادي تقدر انها بسيكولوج، وخاصه ملي كيبان لنا بان ليتيك ما كيوقفوش. يعني ان الامر الضاغط ما بقاش وهو ليتيك بقاو. ملي كنتجاوز الفتره واحد ثلاث اشهر اربعه اشهر وباقي ولدي كيعاني من نفس ليتيك، فكنظن بان حان الوقت انني نمشي لعند الاخصائي ونسولو ويشوفني ويشوف ولدي وهذا ويشوف. قدر بعض المرات انا لقيت مجموعه ديال الحالات اللي كانت وراثيه، يعني هنا كنفهموا اكثر بان راه الوليد هذا راه ماشي، وبما ان هذاك لادولت اللي كاينه فيه استطاع انه يبني حياته ويوصل ويتقدم، فهذاك الطفل كذلك ما غاديش نخاف عليه، نقدر نساعده كيف ما قلت. ولكن ما خصنيش نبالغ في الخوف ديال هذا الامر. نعم، الوغ جوستومون باش نهضروا على هاد ليتيك هذا اكثر، باش نتعرفوا عليهم اكثر، عندنا الحصه ديال الراديو غتعطينا هاد انواع ديال هاد ليتيك. دكتور، شنو هما الحوايج اللي تلفت الانتباه ديالنا كاباء وامهات؟ شنو الحوايج اللي نمرروها كامور عاديه والليتيك او بعض الحركات لا اراديه اللي تيخصنا فريمون نوقفوا عليها ونردوا لها البال باش ما تكونش شي حاجه اللي هي خطيره وتكون مضاعفات؟ من جوج حتى لأربعة، ياك من جوج ونص حتى لأربعة، ديما تنغلط فيها، مي من جوج ونص حتى لأربعة إن شاء الله على أمواج راديو دوزام مباشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.